بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. ما زلنا مع حضراتكم في رحاب التفسير الموضوعي لقول الله تعالى وكذب موسى، وده في إطار التفسير الموضوعي لسورة الحج، وبنقوم باستحضار مشاهد قصة سيدنا موسى عليه السلام من القرآن الكريم كله لبيان كيف كذب موسى عليه السلام فيما أرسل به من عند ربه سبحانه وتعالى. وها نحن نعود إلى مشهد لقاء موسى وهارون بفرعون في قصره لإخباره بما أرسلهما الله تعالى به. فلما أن أبلغاه كما قص علينا القرآن الكريم إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فقال لهما فرعون وهو بيتصنع الاستماع ويتصنع الهدوء ويتصنع أنه هو يعني يتمالك أعصابه، قال فمن ربكما يا موسى؟ سألهم فمن ربكما يا موسى؟ فرد عليه سيدنا موسى وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهادي كل شيء. خلق سبحانه وتعالى الإنسان وهداه إلى وظيفته في هذه الحياة الدنيا، ومنحه العقل يتفكر به والوحي عن طريق الأنبياء ليستقيم عليه في دنياه، وخلق سبحانه وتعالى الأحياء الأخرى من حيوان ونبات وسخرها للإنسان وألهمها جميعا
كيف يكون عيشها؟ فالله تعالى خلق جميع الأشياء وألهم كل مخلوق أداء وظيفته في الحياة، وجعل لجميع المخلوقات قوانين حركتها وبقائها وحياتها وموتها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى الجميع إلى ما خلقوا من أجله، ووضع القوانين الكونية اللي هي بتحكم كل ده بقدرته وتيسيره جل جلال الله تعالى. يعني سيدنا موسى عايز يقوله إن كل مخلوق في الكون ربنا سبحانه وتعالى خلقه وأمده بأسباب البقاء وألهمه بكيف يعيش وكيف تكون طريقة حياة المخلوق. يعني مثلا ما شفتش النمل مثلا بيسأل الإنسان إزاي إن هو يجمع الأكل بتاعه، ولا إزاي هو يرجع لبيته، ولا إزاي هو حيلاقي رزقه. الإنسان بس هو الذي يبكي والذي يحمل هم الرزق، إنما الطير تطلع الصبح خماصا وتروح بطانا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هي عارفة طريقة، مذكرة مسبحة تعلم طريقها كل يوم، تخرج وتسعى في ملكوت الله تعالى لأن الله هداها إلى ذلك. تسعى الطيور فارغة البطون ثم تجد رزقها بتيسير الله تعالى، ثم تعود بطانا بعد أن كانت بطونها فارغة، أضحت بطونها ملآنة بعد ذلك بالطعام. ده معنى إنه هداها ربها سبحانه وتعالى، هدى الطير وهدى جميع المخلوقات وكل الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى سخره سبحانه وتعالى وهداه إلى وظيفته ويسرها له في حياته. لما أن قال موسى عليه السلام لفرعون كما جاء في سورة طه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أراد فرعون إنه يحرج ويربك موسى عليه السلام. يعني هو ظن كده، ظن إنه هيقول له حاجة كده فيربكه، وبرضه هو فرعون أراد إنه هو يراوغ موسى ويخرج عن القضية الأساسية. ما هو سيدنا موسى بيقول له الرب الكريم هو الذي خلق كل شيء وهدى كل شيء في هذه الحياة، قضية كبيرة سيدنا موسى طرحها لما أن سأله فرعون هو وهارون من ربكما، فقال له متوهما، فرعون قال لموسى متوهم إحراج موسى وإرباكه، قال: فما بال القرون الأولى؟ طبعا ده سؤال عن الغيب، القرون السابقة، هو بيسأله عن حال الذين هلكوا من القرون والأمم المتقدمة السابقة زي قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم ممن عصوا الله سبحانه وتعالى ولم يتخذوا الله سبحانه وتعالى ربه وعبدوا غيره جل جلال الله. ففرعون بيقصد من وراء سؤاله لماذا لم يبعثوا الأمم دي اللي كانت قبلنا، ليه لم يبعثوا ولم يحاسبوا إن كان ما جئت به حقا يا موسى، ولما لم يعبدوا ربك يا موسى بل عبدوا غيره. أراد فرعون من ذلك السؤال إنه يبين للحاضرين إنه أقدر من موسى في المحاورة والجدال وطرح القضايا، وبرضه كان عايز يعجز في ظنه إنه يعجز سيدنا موسى عن الجواب. فما بال القرون الأولى؟ فأجابه موسى وأخبره بأن العلم بأحوال الأمم السابقة دي الغابرة دي مثل قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغير هذه الأمم ليس من مسؤولية النبي، وإنما علمها أو إن علمها عند علام الغيوب سبحانه وتعالى يجازيهم عن كفرهم وضلالهم. يعني عايز يقول له انت مش في الدنيا في مرتع وملعب تعمل اللي انت عايزه بلا مؤاخذة، ستؤاخذ وتحاسب على ما صنعت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالأمم اللي مضت دي كلها هتؤاخذ على كفرها وضلالها، وإن
علم أحوالهم وعلم أعمالهم، أو العلم بأحوالهم وحقيقة أحوالهم وحقيقة أعمالهم، حققت إنه هو عند الله تعالى مستور إما في اللوح المحفوظ أو مما تخط الملائكة. يعني قال له سيدنا موسى مؤكد على قضية مهمة كما حكى القرآن الكريم على لسانه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بينه وبين فرعون لم تأته التوراة بعد، وقوله يعني هو لما قال له كده علمها عند ربي، لأنه أحال علم هذه القضايا الغيبية عند الله، لكنه عنده يعلم أن كل الأمم حسابها عند الله، إن أحسن الإنسان أو إن أساء الإنسان، وهذه الأمم التي ضلت وأضلت حسابها عند الله سبحانه وتعالى، وكل مدون. عشان كده بيقول علمها عند ربي إيه؟ في كتاب. يعني هو يريد الإشارة إلى أنها محفوظ، إنه محفوظ كل شيء من كل الخلق في اللوح المحفوظ أو فيما كتبته الملائكة من أحوال البشر. وبعد كده سيدنا موسى عليه السلام طوف بهم، بفرعون وبالحاشية بتاعت فرعون، طوف بيهم في صفحة الكون البديع، وصور ليهم معجزة الله الدائمة اللي هي معجزة دائمة أمام العيون، آيات الله الكونية، عشان سيدنا موسى أراد أن يأخذ الأنظار إليها أخذ اعتبار وأخذ تدبر وأخذ تفكر. فقال لفرعون وملئه كما بين لنا القرآن الكريم على لسانه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب العقول. يعني بيقول لهم الأرض اللي أنتم مستقرين عليها كما يستقر الرضيع في مهده، إنما هي من صنع الله تعالى وإبداعه اللي أبدع كل شيء خلقه. الأرض ممهدة كالمهد للرضيع، أنت بتخلي الرضيع يعمل حاجة ولا بتحط له المكان اللي بينام فيه والسرير بتاعه، ونقعد نجهز له الحاجة من قبل ما يجي، وتبقى ناعمة وتبقاش مزعجة. هكذا الأرض مهدت للإنسان كالمهد الذي نعده للرضيع المولود. وإن الأرض طرقها التي يسلكها الناس لقضاء مصالحهم ميسرة للجميع، والسحاب اللي بيمر قدام عينينا ده اللي بيفيض علينا في أوقات من العام مطرا عذبا، وتلكم النباتات المختلفة الألوان والأشكال، النباتات والزروع المختلفة في أشكالها وألوانها وطعمها وخيرتها ومنافعها، كلها من صنع الله تعالى الخالق البديع الذي خلقها لعباده. فكأن كلام سيدنا موسى بيقول لهم أفلا تنظرون إلى بديع خلق الله تعالى، فتلك آيات الله تعالى المبثوثة في كونه ناطقات بأنه لا إله إلا الله، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، اللي عندهم عقول، لأصحاب العقول آيات واضحات بينات. يبقى الإنسان اللي غافل ولا الآيات اللي محجوبة؟ الإنسان اللي غافل. الآيات واضحات بينات لمن أراد أن يستقرئها وينظر فيها بعين التدبر والتفكر. من الذي خلق كل ذلك؟ من الذي أبدع هذا الخلق؟ إنه الله البديع خالق كل شيء. كانت كلمات سيدنا موسى عليه السلام الصادقة ترج الجميع رجا،
وهي في ذات الوقت بتظهر عجز فرعون أمام ملأه، وتهوي كلمات موسى على رأس فرعون المنغلق كالمطارق من حديد، وجميع الملأ حول فرعون يستمعون إلى موسى الذي أثبت لهم إن الطريق الصحيح الوحيد أمامهم هو التصديق والإيمان بالله تعالى وحده ربا وخالقا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين.